أهلا بكم متتبعي الرياضات العالمية. إذا البطولة العالمية كرة اليد مصر 2021 مباراة مثيرة بين مصر والدنمارك انتهت بفوز الدنمارك بركلة الترجيح بعد تعادل الفريقين 38 ل 38، حيث أظهر المنتخب المصري مستوى كبير في كرة اليد على عكسنا تماما. إذا المنتخب الدنماركي يعبر إلى المربع الذهبي ليلاقي ربما فرنسا أو السويد أو منتخبات أوروبية كبرى. في الآخر لا تنسوا لايك وتعليق وشكرا.